هواها مصري على الراديو 90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، ونورنا فيه ضيفتنا في الاستوديو الصديق العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ جمال رايف والباحث السياسي. وزي ما قلنا لحضراتكم هندردش معاه في حاجات كتير جدا، هنخرج من بره لجوه ومن جوه هنرجع بره تاني للمشهد مترابط جدا، مشهد 2024 هيكون ايه. بنرحب بيه بس في البدايه، ونورت راديو 90 منور بيك يا استاذ احمد، وسعيد جدا ان انا مع حضرتك، واهلا بكل مستمعي راديو 90. شرف ليا، ولكن انا حبيت اقول ان توقعات 24 مش توقعات الابراج، ولكن التوقعات الاقتصاديه والسياسيه وتوقعات كمان داخليا وخارجيا، وحبيت اربط بينهم هما الاثنين، مش هما مربوطين يعني. طبعا. المشهد الخارجي اكيد مؤثر عليه لما يعني تبقى انت دوله موقعك الجيوسياسي في غايه الاهميه. يعني ايه موقعك الجيوسياسي؟ يعني انت بتتوسط نقاط جغرافيه مهمه للغايه، انت بوابه افريقيا، وانت ايضا بوابه المنطقه العربيه، وانت بتطل على البحر المتوسط، وانت تطل على البحر الاحمر، وانت لديك شريان الملاحه الاهم عالميا وهو قناه السويس، وأنت وأنت وأنت، كل هذا يجعلك لازم تبقى مرتبط بمحيطك الإقليمي والدولي. صحيح. ما كانتش مصر اللي هيبقى الداخل بتاعها مرتبط بالإقليم وبالمجتمع الدولي، مين اللي هيبقى مرتبط؟ دولة قدر لها مكانها الجغرافي وأيضا تاريخها الكبير جدا، سواء في التعاون مع كل دول العالم، وهنا بتكلم على تاريخ مليان بالسلام وبالتعاون البناء وبالعلاقات الاقتصادية والسياسية البناءة مع مختلف دول العالم. هذا التاريخ خلى منذ القدم، يعني حتى مش بتكلم على التاريخ الحديث بس، دول كتيرة جدا مرتبطة بيك حتى على الإطار الشعبي والثقافي، زي مثلا لما بنشوف علاقاتنا مع الصين والدول الشرقية والدول الغربية واليابان، وكان عندك تعاون مشترك طبي وعلمي، وانت اللي بتمد كمان اليابان والفار إيست كله بمعنى صح. بالظبط. فانت متصل مش النهاردة ومش هنفكر احنا متصلين ببره ولا لا، بس مش من النهارده، لا ده احنا من قدماء المصريين، واحنا متصلين بالعالم. فما ينفعش اجي النهارده واقول انا مالي وما اللي بيحصل بره. ويمكن هذه الجملة زي ما كنا بنتكلم أنا وحضرتك قبل الهوى لازم نشطبها من قاموسنا، ويجب على كل مواطن مصري أن لا يذكر هذه الكلمة مجددا، فكرة أنا ماليش دعوة باللي بيحصل بره. لا، لينا دعوة باللي بيحصل بره. طب تيجي نقنعنا، وانت ما انت مثلا كنا بنتكلم برضو، انت حاجة دلوقتي بتقول لي البعد الإقليمي وقد ايه جيوسياسي مؤثر عليك، تيجي ابعد معاك شوية ونروح لحد أوكرانيا وروسيا، واحنا ما تأثرناش؟ اتأثرنا. الكورونا ما تأثرناش؟ اتأثرنا. اللي بيحصل في البحر الجنوبي في الصين ما بيش هيأثر علينا اقتصاديا وصناعيا وحاجات كتير. اذا هو مش البعد الاقليمي بس، هو اي حاجه بتحصل في العالم دلوقتي هتأثر عليك بالتاكيد. عشان ده تاكيدا لكلام حضرتك ان هو ما ينفعش دلوقتي اقول ايه انا مالي باللي بيحصل بره. بالتاكيد. دي لازم تتشال فعلا من القاموس. وعلى فكره ملهاش علاقه اللي انت مثلا متطور في هذه الصناعه او عندك اكتفاء ذاتي في حاجه، او دي ملهاش علاقه، لانك انت في الاخر العالم بعد التسعينات اتجه لفكرة عولمة الاقتصاد. طبعا. وعولمة الاقتصاد دي خلت العالم كله أساسا كمان مرتبط ببعضه وخلته متشابك. ولو هنتكلم على الاقتصاد بالتحديد، فأنت مرتبط بعدة يعني روابط مهمة جدا. أنت في أفريقيا طبعا في الاتحاد الأفريقي وفي الكوميسا وفي النباد الزراعة التنموي للاتحاد الأفريقي، وكمان دخلت البريكس وأنت شريك أساسي لمجموعة العشرين، وأنت شريك اقتصادي ربما الأهم، أنت ممكن تكون الشريك الأهم مثلا للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة شمال أفريقيا. أنت أيضا الشريك الاستراتيجي المهم جدا للصين، وخاصة فيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق. أنت كمان لروسيا شريك جوهري وعندك شراكة شاملة. إذن حتى لو شفنا على صعيد الكتلة الشرقية أو الكتلة الغربية أو حتى الكتلة الأفريقية، وطبعا مع المنطقة العربية الأشقاء العرب أنت مرتبط بيهم طبعا بعلاقات مهمة جدا اقتصاديا، وكمان عملت علاقات غير نمطية زي محور مثلا الشام الجديد، مصر والأردن والعراق، كمان عملت ترويكا المتوسط، مصر واليونان وقبرص، وعملت منتدى شرق المتوسط. فأنت أواصر الاقتصاد بتاعتك المحلي مرتبطة بكل الاقتصاد العالمي، مش مصر بس اللي كده، ده كل دول العالم كده. لأن عولمة الاقتصاد اللي حصلت بعد يعني التسعينات خلت كل العالم متعاون اقتصادي. مش عارف حاسك بتلمح للاشتراكية تاني ليه؟ مش عارف يا عم خليك في اللي احنا فيه. لا 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 لا, لا, لا طبعا فاهم. احنا منفتحين على الجميع وسوف نظل. ما عندكش بديل. ما عندكش بديل. بس انا بقول ليه احنا متشابكين مع الاقتصادات العالمية؟ لأن مش مصر بس، كل الاقتصاديات متشابكة مع بعضيها. حتى لو حققت الاكتفاء الذاتي، أصل أنا سامع مواطن في العربية دلوقتي بيقول لك ما احنا لو بنزرع كل حاجتنا، لو بنعمل بنصنع كل حاجتنا، احنا مش هنحتاج
محتاجه حاجه من بره. لا ما انت في حاجات تانية ممكن تحتاجها، الالات مثلا، المعدات. ما انت مش هتصنع كل حاجه في الدنيا، وبالتالي في حاجات بالتاكيد يعني هتحتاجها من الجانب الاخر. عشان كده حتى في الحرب ده ممكن ازود عليه حته كمان. لا ما احنا عندنا اكتفاء ذاتي، احنا هنصدر فعايزين نطلع بره. بالظبط، لو انت منعزل عن العالم بالظبط مش هتصدر، مش هتصدر. ولو انت مالكش علاقات اقتصاديه معايا، طب ما انت مش هتصدر. صحيح. وبالتالي يعني حتى لو نشوف مثلا الازمه الروسيه الاوكرانيه، لما امريكا فرضت العقوبات على الجانب الروسي، ساعتها كتير جدا من خبراء الاقتصاد قالوا ايه؟ قالوا الولايات المتحده الامريكيه تطلق النار على نفسها في الاقتصاد، يعني على صعيد الاقتصاد. ليه؟ لان مع علماء الاقتصاد مردود العقوبات الاقتصاديه على روسيا هيعود سلبا على الاقتصاد الامريكي كمان. طبعا. وده حصل. وشفنا ازاي ان العقوبات الامريكيه على الجانب الروسي رجعت على الجانب الاوروبي والجانب الامريكي باضرار. وبالتالي وده ودي اقتصادات دول كبرى، قصدي انا مثلا اضرار الغاز، اضرار سلاسل الامداد. بالظبط بالظبط. وحاجات اخرى، ما في مستثمرين مشوا من هنا، وفي طبعا شركات انسحبت من هنا، وفي استثمارات امريكيه تضررت في الداخل الروسي. وبالتالي الامور متشابكه للغايه. وبالتالي نحن نتحدث عن مصر اللي كمان بتتوسط العالم، ولديها دور اقتصادي وسياسي مهم جدا. صحيح. والعالم كله في مرحلة الآن بيشهد فيها متغير صعب للغاية. وعشان يبقى ببساطة كده، العالم بيتشكل من جديد. في نظام عالمي بيظهر. هو العالم بيتشكل من جديد ولا العالم كله بيتشكل من جديد؟ يعني النظام العالمي ممكن نقول ان هو بيتغير. هذا التغير مش القوة الواحدة خلاص انتهت، وده مش على فكره مش هيحصل بكره. يعني برضو طبعا طبعا للمواطن او للمستمع الكريم، يعني مش بكره الصبح خلاص النظام العالمي كده اتغير وبقينا عالم متعدد الاقطاب. لا، ممكن ياخد 10 سنين، ولكن العالم بيتغير. وفي قوه بتبقى صاعده، وفي قوه الان بتحارب عشان تفضل هي المهيمنه، وده اللي بنشوفه حتى في مجلس الامن، وبنشوف ازاي في صراع ما بين القوى الكبرى بعضها البعض. طيب دلوقتي مجلس الامن لسه مفعل، مفعل يعني تجاه قضايا معينه، ولكن تجاه القضايا الخاصه مثلا بغزه وفلسطين طبعا مش واخدين بالهم. مفيش تفعيل. وده في قرار اتاجل بالليل امبارح، انا صراحه ما تابعتوش، ان انا عارف ان هيبقى في فيتو اكيد. على فكره الرؤيه المصريه، ومش الرؤيه المصريه بس، الرؤيه حتى الافريقيه الان، والرؤيه العربيه ايضا متضامنه مع هذه الرؤيه الافريقيه، ان مجلس الامن يجب ان يشكل من جديد ويعاد هيكله مجلس الامن بشكل عادل يليق ايضا عزم القاره الافريقيه وعزم المجموعه العربيه. لوائح وقوانينه اللي تشكل والافراد اللي تشكل، لا يعاد تنظيمه، يبقى هناك مجلس يعني مقعد دائم للكتله الافريقيه والكتله العربيه ايضا. لان انت بتتحدث في مجلس الامن وكان لا يوجد عرب ولا يوجد افارقه. جمال بيه ليه بيقول لك لوائح وقوانين، وان انت عندك مثلا 13 دوله، سيبك من انجلترا دايما بتعمل نفسها مش واخده بالها، ولكن 13 دوله مثلا بتصوت وعين يجي قرار فيتو بيوقف لك كل ده. بالظبط. طب حضرتك لو هنضم لي حتى حد من افريقيا، هنضم لي حد من الشرق الاوسط، ما هو برضه قرار فيتو هيوقف ده. فانا بلمح هنا ان لا، قوانينه ولوائحه لازم تتغير بالتاكيد. انا اعتقد ان عشان كده بنقول العالم ولا مش مفعل، عشان يعني نبسطها للناس. في كل صراع دولي كبير بعديه بيحصل تغير ما في منظومة العمل الدولي. بعد الحرب العالمية الأولى رأينا عصبة الأمم، بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت الأمم المتحدة. أعتقد أن بعد أيضا أن تخمد وتيرة الصراع الدولي القائم الآن، بتأكيد سوف يكون هناك إعادة تشكيل لمنظومة العمل الدولي. ده مش عيب طبعًا ولا حرام طبعًا ولا غلط، ده عادي جدا. الظروف والمتغيرات هي طيب هو ده. هو في صراع دولي، عشان المستمع الكريم، هو أنت بتتكلم عن صراع دولي، هو ده هو روسيا أوكرانيا بس؟ لا مش روسيا أوكرانيا بس. تعال أشرح لك خريطة الصراع الدولي بكل بساطة وبشكل سريع ومبسط. طب أروح للنشرة دي وبعدين نرجع نشرحها براحتنا. تمام. وهنخش جوه 24 أكتر. الناس بتقول لك إيه دلوقتي، أنت لسه بتكلموني الحلول كمان 10 سنين، إحنا بنتكلم في 24. هنرجع نتكلم في الصراع الدولي فين بالظبط من أستاذ جمال، وهنتكلم أكتر كمان في 24 إن شاء الله. هنروح بقى فين؟ 1-99-9 ورقم الإس إم إس أو تليفوناتنا على 2-18-10-8-66. هواها مصري على الراديو 99. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، ولسه منورنا في الاستوديو صديقنا العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ جمال رائف والباحث السياسي. واتكلمنا قبل النشره الرياضيه اللي ما كانش بيسمعنا على المشهد المتوقع سياسيا واقتصاديا وعسكريا ل 2024. اتكلمنا على البعد الخارجي والبعد الداخلي، وازاي في ربط وثيق خلاص بينهم، وانه صعب دلوقتي تقدر تقول احنا ما بنتاثرش، احنا مالنا باللي بيحصل بره. لا، ثبت لنا بادله كتير وبراهين كتير ان لا، احنا مربوطين بالمشهد الخارجي بصوره كبيره جدا. وتوقف قبل النشر الرياضية قال لي الناس متصورة ان البعد الخارجي هو متمثل في ازمة الاوكرانية الروسية بس، قال لي لا، ده الصراع في اماكن كتير جدا وهيشرحها لنا. برحب بيك مرة تانية. الاول اهلا بيك يا استاذ احمد، واهلا بكل مستمعين. ده اللي وقفنا عنده، ان المشهد مش بس متوقف على الازمة الروسية الاوكرانية،
ولا على قطاع غزة فقط. تمام. في خريطة للصراع الدولي لازم تبقى قدام عينينا كلنا كمصريين، ونحن نتحدث في فكرة اللي احنا لا متصلين بالعالم وبنتأثر بكل اللي بيحصل في العالم. تمام. في صراع قائم في شرق أوروبا، وهنا بتكلم في شرق أوروبا مش عاوز أقول روسيا أوكرانيا بس. تمام. لأن المنطقة دي فيها كمان بعض الخناقات كده الفرعية. يعني إذا كان ظهر لك فكرة روسيا وأوكرانيا، لا، بحر أزوف فيه مشاكل، البحر الأسود فيه مشاكل، بحر البلطيق فوق. هو فنلندا والسويد دخلوا الناتو بسرعة ليه؟ بالزبط. عشان يعني تحسبا. وبالتالي شرق أوروبا في مشكلة. إذن أول نقطة كانت عيننا عليها ولازم يبقى عيننا عليها هي نقطة شرق أوروبا، لأنها بتأثر علينا في فكرة الأمن الغذائي بشكل كبير جدا. تأثر على العالم كله وتباع عن إحنا طبعا. على العالم كله، يعني مش على مصر فقط، لا على العالم كله. وبالتالي شرق أوروبا أحد أهم نقاط الصراع. مش هقول لك الشرق الأوسط، لا طبعا جايين له كتير قوي. خليني أروح بيك في نقطة ممكن محدش بيبقى واخد باله منها، الساحل والصحراء الأفريقي. ونقطة متصلة بمفردات الأمن القومي وبامتدادات الأمن القومي المصري، اتصال جوهري. بمعنى وممكن يبقى مواطن في المصري في الشارع مش واخد باله، لأنك انت اللي بيحصل في الساحل والصحراء وصولا لتشاد وصولا للسودان كده، كل ده بيعمل نوع من أنواع الضغوط الأمنية في هذه المنطقة، وبيسهل عملية تدفقات الإرهابيين والتجارة الغير شرعية والهجرة الغير شرعية وغيرها من مخاطر. وبالتالي أيضا لأثار سلبية في النطاق الخاص به، أيضا تداعياته على السودان أو على حتى ليبيا. وطالما ليبيا والسودان دول جوار، يبقى بالتالي طبعاً. وهم عندهم للأسف لسه عندهم من مشاكلهم ما يكفي. بالضبط. وبالتالي أي تأثرات للسودان وليبيا بما يحدث في الساحل والصحراء يؤثر عليك، يؤثر عليك طبعاً. بشكل ما. طيب يبقى احنا قلنا نقطة شرق أوروبا، نقطة ساحل والصحراء. ساحل والصحراء قلنا تأثيرها أمني طبعا لحد ما طبعا. شرق أوروبا قلنا تأثيرها أمن غذائي. نقطة بعيدة شوية ولكنها قريبة لكل مواطن، وهي نقطة بحر الصين الجنوبي. طبعا لحد الوقت الصراع لم ينفجر، ولكن هناك نوع من أنواع على وشك. هناك صدام سياسي، يعني يجب أن نعترف أن هناك صدام سياسي في هذه النقطة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الصين. صحيح. طيب هل الصدام ده لا قدر الله يا رب، لا نتمنى، يعني لا نتمنى ان يتحول لصدام وان تدخل تايوان نفس الدايره بتاعه شرق اوروبا، مش عاوزين ده يحصل. طيب ليه بقول اقرب لكل مواطن؟ لان دي تكنولوجيا، لان ده التصنيع. حتى في حاله الترقب اللي حاصله في الجنوب، في جنوب البحر، عامله مشاكل طبعا، ووقفت مصانع كتير، ووقفت الحياه الصناعيه هناك كتير. ده احنا لسه في حاله ترقب، احنا ما دخلناش بالظبط، ده لسه بس الترقب. وعندك توقف كتير من المصانع المهمه جدا في تايوان. صناعه السيارات تضررت بشكل كبير بسبب السوفت وير كله وكل الالكترونيات. طيب ما بالك بقى لو كمان هذه البؤره من بؤر الصراع تفجرت بشكل كامل. طبعا. هنا بتتكلم على تدفقات التكنولوجيا والتصنيع ويعني مصنع العالم. صحيح. كمان جنبها الهند، مصنع دواء العالم. تمام. ان هو الهند تقريبا هي اللي بتصدر المواد الخام للدواء لمعظم. صحيح. دول العالم. وبالتالي انت قلنا نعيد تاني النقاط اللي احنا اتكلمنا عليها. شرق اوروبا قلنا امن غذائي. تمام. الساحل والصحراء قلنا امني. تمام. البحر الصين الجنوبي قلنا تكنولوجيا وصناعه ودواء وغيرها من صناعات بنستوردها، مش احنا بس، كل العالم. يعني طبعا المنطقه دي مصنع العالم كله. طبعا. طيب النقطه الرابعه الشرق الاوسط. وهي بقى النقطه الاكثر يعني تعقيدا والتصاقا بينا جغرافيا وتاريخيا، وايضا احنا متداخلين بشكل ما، لان في قضيه فلسطينيه ولازم نبقى فاعلين ايجابيين. ودي بقى نقطه مهمه، انت دورك في كل هذه الصراعات قبل ما نشرح الشرق الاوسط دور بيتميز بفكره الحياد الايجابي. تمام. بقول للناس كده ببساطه، انا على الحياد يا جماعه، بلاش تتخانقوا وتعالوا نجد مسارات للحل السياسي، ولكن لن انخرط مع اي من هذه الاطراف في اي من الصراعات. طيب الشرق الاوسط عندك روسيا، عندك العراق، عندك سوريا، عندك ليبيا، عندك اليمن، كل دي نقاط وغيرها. طيب انت بقالك فتره يعني بتحاول طول الوقت تدعم الاشقاء في ليبيا، تدعم الاشقاء في السودان لايجاد مسارات حلول سياسيه، عشان دي حدودك اللي جنبك، وايضا في فلسطين نفس الكلام. تفاقم الوضع الوقتي وكبر جدا في قطاع غزة. طبعا. فأصبحت الأعين كلها ناحية قطاع غزة، ولكن أيضا لا تنسى أن جدرانك الثلاثة
محاطة بالنيران طبعا. انت زي اللي ساكن في عمارة كده جنوبي وشرقي والغربي يعني الثلاث شقق اللي جنبك مولعين وانت بتحاول تطفي النيران دي عشان ما تجيش عندك وما تقوليش انا ماليش دعوه باللي بيحصل بره. لا تاني لا والله عيد لك الحاجات انا خلاص حافظها. فالوقتي احنا بنتكلم بؤرة الشرق الاوسط طبعا تاثيرها امني واقتصادي ايضا لان بالتاكيد انت بتحاول ان تساعد سواء بالمساعدات العينيه سواء حتى على صعيد الاقتصادي انت بتنشغل بمساعده الاشقاء وبالتالي ده بيأثر على مجهوداتك ايضا لانك انت مطلوب منك ان انت تعمل مجهود وانت بتبني وانت بتعمر طبعا. وانت بتعمل تنميه وانت بتبني جمهوريه جديده دستوريه وتعمل انتخابات وكل حاجه كل ده ومطلوب منك اللي انت تمد يد العون والمساعده لثلاث اشقاء محتاجين لك وعمرك ما هتتخلى عنهم وعمر مصر ما هتتخلى عن هذا الدور في دعم ولا السعودية ولا سوريا عفوا ولا السودان ولا ليبيا ولا طبعا. ولا فلسطين طبعا. ولا طبعا كل الدول العربية ولكن انا بتكلم على ثلاثة دول بالذات لان هم دول الثلاثة دول الجوار دول الجوار وبالتالي عشان تعرف ايه اللي هيحصل في 24 لازم الاول تبقى الخريطة دي قدامك عندك اربع بؤر صراع عالمية وانت بعد ما قلت لي الخريطة دي انا عرفت اللي هيحصل فينا في 24 يعني مش محتاج تقول بقى خلاص خلاص كده بقى يعني لا عندنا امل طبعا عندنا امل وعندنا إيه؟ من الحنكه السياسيه ومن الدبلوماسيه الرئاسيه اللي بجد تفتخر بيها بالتاكيد من طبعا البعد الامني ده انا شايله من دماغي خالص يعني عندك من قواتك المسلحه وشرطتك طبعاً. ده الموضوع ده مقفول بالنسبه لي يعني اي حد يكلم لي من ضيوف انا اقول لا الموضوع ده مقفول بالنسبه لي كانش فيه على فكره ما هو بقى انا كنت انا القوات العسكريه خلاص هتقفل اي حاجه ده اللي كنت عاوز اروح مع حضرتك ليه فكره التحديات كبيرة جدا وفي اربع بؤر صراع في العالم كبيرة في بؤر صراع تانية صغيرة يعني في حاجات تانية طبعا غير اللي احنا بنقوله ده تنزيل البحر الاحمر بس انا جاي له ما هو انا معتبره جوه الشرق الاوسط يعني انا معتبره جوه منطقة بس ده انت حتى لو سياسه الامداد اتفتحت هي ممكن تتقفل أصل ده مسار رئيسي طبعا ما يعني ما يحدث الان في البحر الاحمر طبعا طبعا يعني له تداعيات سلبيه كبيره جدا على التجاره ايضا العالميه وفعلا يمكن ده كمان لازم نضيفه لنقاط الصراع الجديده طبعًا. لان كده يبقى خمس نقاط ماشي انا متفق معاك يبقى انت اضفت نقطه خمسه انا كنت عاوز اضيفها يعني عمال يا لازم تضاف يعني عمال اكلها بقول يا رب الدنيا تهدى بس هي بدات لان انت عندك ثلاث شركات عالميه اعلنت ان هي خلاص مش هتخش المسار خلاص اتفق معاك يبقى احنا قدام خمس يعني مش بتكلم على توقع انا بتكلم على معلومه طيب خلاص يبقى خمس نقاط تمام خلاص طيب انا اخاف اقلق لا اشتغل اعمل ازيد من قدرتي الانتاجيه احافظ على وحده الصف الداخلي والاصطفاف الداخلي وده اللي ترجمه للانتخابات 44 مليون عايز اصطفاف داخلي بس ما انا كنت لسه بقول شعب مصر ما رد عليك اهو ما انا بقول لك ده اللي ترجمه ايه الاستحقاق الانتخابي طبعا حاله لا ترجمه الوعي للمواطن الصراحة. ايوه ما هو انا هسميه وعي ده وعي بطريقه كبيره جدا يعني انت احنا عمالين طول الوقت كاعلام وصحفيين وباحثين نقول في حاله اصطفاف في طبعًا. الشارع بس مش عارفين نلاقي دلائل فلما لقينا في الانتخابات اكتر من 40 مليون مواطن نزلوا الشارع بقينا نمسك الرقم ده ونقول اهو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه وده اللي احنا كنا لامسينه في الشارع وكنا بنقوله لكل الناس ان في حاله وعي والناس هنا بقى ترتيب الاولويات كنا حتى بنتكلم عليها قبل الهوا ان المواطن المصري رتب اولوياته لوحده هنا يعني رتب المصلحه الامنيه فوق اي مصلحه ثانيه مصلحه سياده الدوله فوق اي مصلحه ثانيه مصلحه الاستمرار في مسار الجمهوريه الجديده فوق اي مسار ده عشان كده لما كان اي حد بيسالني بيقول لي هو ايه التحدي قدام الرئيس الجديد او طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كونه طبعا يعني حظى بالثقه وهو الان طبعا الرئيس للفتره الرئاسيه الثالثه انا بقول ان التحدي نجمله كده في جمله واحده استكمال المسار نحو الجمهوريه الجديده رغم التحديات القائمه لان بالفعل انك تقدر تكمل دي جمله ده كل حاجه ايوه ما هي هي ملخصه لكل حاجه مش هنقدر بص يعني طموحات المواطن المصري واماله وتطلعاته مش هتقدر يعني تستغنى عن كل هذه المكتسبات التي تحققت خلال التسع سنوات الماضيه من حياه كريمه ومشروعات ويعني مدن وطفره كبيره جدا انت بتتكلم على نقله نوعيه يعني نقله نوعيه سواء على صعيد البنيه التنمويه او حتى على صعيد البنيه السياسيه طبعًا. او الاجتماعيه او الاقتصاديه ده البنيه السياسيه دي انا عملت حلقه فيها كامله امبارح لا ده موضوع والحراك السياسي اللي حصل على مجموعه من الخطوات وصولا لتحقيق الدستوري والمشهد اللي احنا شفناه احييك لان الناس كلها باصه على البنيه التحتيه لا طبعا ما تعرفش الدوله كمان زي ما بتعمل بنيه تحتيه بتعمل بنيه سياسيه طبعا وفضلت تشتغل فيها على مدار العشر سنين اللي فاتت طبعا ارجع لما كان ضيفي امبارح من كتله الحوار يعني من اقصى المعارضين يعني لا يعني انت بتتكلم على بناء سياسي قوي جدا وعلى فكره هو ده اللي بيقوي دلوقتي البناء التنموي والبناء الاقتصادي للدوله ان عامل حاله من
اللحمه الوطنيه، وان هذا البناء السياسي له قاعده وله مظله. هي ايه؟ الدوله الوطنيه. طبعا. تعالوا نختلف، تعالوا نتفق، ولكن في الاخر في مظله الدوله الوطنيه. مفيش تيارات متطرفه، مفيش فكر يعني هدام هدام، احنا كلنا تحت مظله الدوله. مفيش مشاكسه ومشاغبه مضره، وفي دستور هو اللي بنتحرك من خلاله، غير كده بالظبط. وبالتالي نرجع تاني للمرجوعنا، انت عاوز تعرف ايه اللي هيحصل في 2014 24 4 انا شفت خلاص 24 في 2024 اللي هيحصل مرهون بقدره المواطن المصري على الصمود والبناء والعمل و... لا لا انا سمعته في العربيه خلاص دلوقتي كفايه صمود، انا مش هقدر اصمد اكتر من كده. لا مفيش حاجه اسمها، انت متوقع ان اصمد اكتر من كده؟ هقول لك ليه. ولا عندك ممكن من المتغيرات او الاصلاحات اللي تتم اللي تقلل من صموده شويه؟ انا لازم اعشمه برضه. ما بص انا وانت منهم على فكره، احنا مش مسافرين بعد ما نخلص الحلقه. لا اكيد احنا طبعا. عايشين وعايشين في حاله تضخم، وعايشين في حاله زياده الاسعار، هتيجي ناحيه الدوله على فكره، ولا هاكل ولا هشرب ولا هنام، ما عنديش مشكله خالص. بس لازم اكون برضه عندي شويه راحه، مش هقول رفاهيه، شويه من الراحه عشان اقدر استحمل معاك. انا متفق معاك، ولكن انا بشرح لك محيط دولي. قلت لك في خمس نقاط مشتعله حواليك بشكل كبير، يعني بشكل اوسع طبعا، وعلى الشكل الضيق او على المحيط الضيق اللي هو المحيط الاقليمي في ثلاث نقاط برضو مشتعله. خلاص اشد اشتعالا، محيط بقى دي ملتصقه بيك. فانت في وسط كل ده الدوله عاوزه تشتغل طبعا، وعاوزه تبني. المواطن قد ترخيله قال انا بعلي من مصلحه الامن القومي المصري، واقف جنب الدوله في اصطفاف داخلي، وبدعم القياده السياسيه، وبدعم مؤسسات الدوله، وهفضل اكمل للبناء. هنا بقى الكرة ايضا في ملعب الحكومة طبعا، والكرة ايضا في ملعب المواطن، والكرة ايضا في ملعب كل مؤسسات الدولة. علينا جميعا ان نعمل كخلية نحل، ونعمل بشكل فيه نوع من انواع التكاتف لتحقيق احسن ظروف حياتية ومعاشية للمواطن. مش هقول ان احنا ما نتأثرش بالظروف، هنتأثر طبعا، عشان برضو اصلا طبعا مش هينفع نبني يعني اوهام ونقول احنا ما ينفعش لا لازم هنتأثر اقتصاديا. وبالمناسبة هناك تأثر بالظروف القادمة، لأن العالم يعني في 24 أنا أعتقد أنه داخل مش حلو على خالص. لا داخل على مرحلة كساد كبير طبعا. أنا يعني بتكلم بوضوح، الظروف الاقتصادية كلها مؤشر داخل على كساد كبير جدا بالظبط، وحالة من التضخم أكثر. عشان كده في أول حلقة كنا بنقول إيه؟ تعزيز قدرتك الإنتاجية الداخلية، تعزيز اقتصادك الوطني، وده اللي بنشوفه النهارده. الحكومه امبارح برنامج اطروحات بتبتدي تشتغل على فكره يعني جذب اكثر المستثمرين، يلا نشتغل. أيوة. يلا ننت... ده اللي بقول لك عليه بقى يا استاذ جمال، ده اداك نوع من التفاؤل شويه امبارح طبعا، اداك نوع من الحلول. لا الحكومه شغاله، لا ممكن يحصل في امل في موضوع سعر الصرف ده، ممكن يبقى في فلوس جايه فتعمل نوع من انواع الرواج الداخلي في بدايه يناير، حتى لو نروح على الجانب المصرفي في ودائع هتفك، وفي ودائع في حراك هيحصل. ده الامل اللي انا بتكلم فيه، ان المواطن بس اديله شويه من المعلومات، مش كلام، اديله معلومات ان في امل زي اللي حصل امبارح في مجلس الوزراء الصراحه، ومجموعه الاطروحات اللي تمت. لا الناس شمت نفسها شويه. انت عاوز امل صح؟ لا في امل كتير جدا. انا عايز امل وعمر. انا عايز كل اللي كان في الكتاب ده كان جميل على فكره. لا بص متفائل جدا. انت يجب ان تطمئن. ليه؟ لانك الحمد لله كان في نظره استشرافيه من القياده السياسيه المصريه. يعني في الحقيقه لما تيجي دلوقتي تبص على اللي اتعمل، وكأن مصر كانت تعد العدة لهذا التوقيت طبعا. يعني انت على صعيد الامن الغذائي، انت المليون ونص فدان، مستقبل مصر الزراعي، الصوب الزراعية، الصوامع، مشروعات تبطين الترع، البنية التكنولوجية للمزارع، يعني رقمنة الادوات الخاصة بيه، المزارع نفسه سهلت له من اجراءات كتير، عملت له دعم كتير بالظبط. على صعيد الاقتصادي انت بتتكلم دلوقتي في رفع سعر ارداب القمح لاسعار عالمية يعني، واسعار استرشادية والصوامع، وقد ايه وفرت، عملت شغل كبير. ده امن غذائي. طيب هو الامن الغذائي ده لو ما كانش ناجح، عشان برضو الناس ما تفتكرش ان احنا بنقول كلام، الامن الغذائي ده لو ما كانش ناجح استاذ جمال كان هيسند معانا في كورونا؟ طب هو ليه بقى؟ انا قلتها لك على فكره اوف اير، وهقولها لك اون اير. لو كان في اي حقبه زمنيه ثانيه كنا اتضايقنا جدا، كنا كشفنا جدا. لو انت عندك مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجيه في هذه الصوامع لكن الوضع ده، انت كان عندك اكتفاء ذاتي، وكنت رقم واحد في التصدير في العالم للبرتقال، وانت عندك كورونا على فكره. أيوه. وعندك اغلاق. طب بس في مواطن بيسمعني في العربيه يقول لي طب ما البصل غالي. ايوه البصل غالي عشان احنا بنبيع السلع او بنصدرها، السلع اللي فيها وفره في الداخل، عشان اجيب لك السلع الاكثر احتياجا. تمام. انت ممكن تستحمل ان البصل غالي شويه، بس مش هتستحمل ان مفيش عيش بعد فتره يعني، فلازم انا امن والبعد ده بس ما عيش اللي بقطعه. في اولويات، ليه اولويات وليه حلول بالظبط، وليه شكل من اشكال الرقابه لازم تبقى اكتر من كده، وليه حاجات كتير تبقى في ايد الحكومه اللي تقدر بيها تسيطر على الموضوع ده. اكيد طبعا ده جزء، واما اتعملت اتحلت.
بالظبط. طيب ده على صعيد الامن الغذائي مثلا. طيب البنيه التكنولوجيه شفناها في كورونا عامله ازاي. طبعا الدوله المصريه امنت ده بشكل كبير جدا. التصنيع التعليم كله اتقلم من البيت. بالظبط التصنيع. هل انت بقى عندك بنيه تصنيعيه مهمه؟ اه عندي بنيه تصنيعيه مهمه. وبنشوف ازاي حتى المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر ورياده الاعمال وفكره رياده الاعمال دلوقتي بقت قويه ازاي والكلام ده كله. طيب في كل بقى مجال هتلاقي الدوله اشتغلت خلال التسع سنوات الماضيه عشان تقوي الداخل. فكره مفهوم القوه الوطنيه الشامله الدولة اشتغلت عليه خلال العشر سنوات الماضية بشكل حقيقي. ابتدت تبني قواتها الوطنية الشاملة. ويعني ايه بقى قوة وطنية شاملة؟ يعني بتبني مفردات في الاخر بتوصل بيها لهذا المفهوم، سواء على الصعيد القوة السياسية، القوة الاقتصادية، القوة الاجتماعية، القوة الثقافية، القوة حتى الناعمة، القوة الدبلوماسية، قوة الردع طبعا اللي هي قواتك المسلحة طبعًا. العظيمة الباسلة اللي مدياك الأمان وبتخليك تعرف تبني كل القوة. أو هي برضو أنا بحب أبرهن دايما للناس، بحبش يبقى الموضوع مرسل كده. وأنت ما قلت خط أحمر كذا مرة الناس وقفت ولا ما وقفتش؟ ما هو عشان سلاح الردع خلاص بقوتك العسكري تمام. ما هو عشان ده اللي بنقول عليه سلاح الردع. طبعا ما سميته حضرتك طبعا قوة الردع، بس أنا بشرحها للناس بشكل تاني. ما قلت خط أحمر في كذا اتجاه الناس وقفت. بالظبط. وبالتالي أنت ابتديت تبني هذه القوة الشاملة منذ تسع سنوات بالتحديد، منذ عام 2014. الحفاظ عليها واستمرارها هو اللي مخليك دلوقتي صامت. هو اللي مخليك دلوقتي دبلوماسيا عارف تتحرك، امن غذائي عارف تعيش، صناعيا عارف تكمل وتجذب مستثمرين وتفتح مصانع، تعليميا قادر تشتغل، قوة ناعمة. 24 هقدر ولا لا؟ عشان قدامي دقيقة ونص. 24 هقدر ولا لا؟ هتقدر بنفس القدرة اللي قدرت عليها ولا تبقى اصعب شوية؟ لا في صعوبة، يعني ما نقدرش نقول ان 24 مش صعبه. 24 صعبه واصعب من يعني العام الماضي، لان اذا كان العام 23 انا سميته قبل كده ذروه الصراع الدولي، ف 24 يعني تداعيات الصراع الدولي بقى الحقيقيه الملموسه اللي مش احنا بس، لكل العالم هيتاثر بيها اقتصاديا بشكل محدد. وبالتالي هنا المواطن يجب ان يعد العده ان هو يبقى عنده وازع وطني يخليه اكثر صمودا وقدره على العمل. طيب انا محتاج اقوله سريعا في الدقيقه دي كام لمبه كده يمكن تنور معاه تفرق معانا كتير شويه. البريكس يفرق معانا طبعا. طبعا يفرق معانا. يفرق معاك ما هو 24 طبعا وفي بدايه 24 كمان. انت مش البريكس بس، انت تشابك مصر مع الكثير من القوى الاقتصاديه الدوليه زي ما كنا بنتكلم في اول الحلقه. عشان كده قلنا مصر مش معزل عن العالم. مصر عضو الان في البريكس. مصر على فكره ايضا لها اليه حوار مع مجموعه الفيش جراد في شرق اوروبا، وهي الدوله الوحيده زي غير اليابان اللي لها اليه حوار مع هذه المجموعه. ايضا مصر شريك اساسي مع مجموعه العشرين، وشريك اساسي لمجموعه السبع الكبار، وايضا شريك استراتيجي لكل الدول الكبرى اقتصاديا. يعود عليه ايه في 24؟ يعني مثلا البريكس في انضمامي ليه ترجمته بعض الناس كده يعني بصوره بسيطه جدا، يقلل الضغط شويه على الدولار، فممكن يقلل شويه من احتياجنا ليه، فممكن يقلل من سعره، فسعر الجنيه يزيد شويه فتضخم يقل. الناس دي فاهمه صح؟ اكيد فاهمه صح. واعتقد ان بس هنا بقى تنور لي يا استاذ كده بس اديني شويه لمبات. التعويل على ايه؟ التعويل على ايه؟ على استمرار جوده سلاسل الامداد والتموين للتجاره العالميه. طبعا طبعا طبعا. يعني معاي. يعني ما انا هاخد منك سلعه ببلاش بس مش عارف اوصلها. هي دي الفكره. اذا استقر العالم شويه ويعني هدأ هذا الصراع، لان هذا الصراع بيؤثر على كل المنافذ البحريه في العالم زي ما كنا بنتكلم ان في شرق اوروبا اثر على امدادات الامن الغذائي طبعًا. في بحر الصين الجنوبي بيأثر على امدادات الصناعه. وبالتالي انت اذا استقرت الامور اللي بتاثر على حركات الملاحه التجاريه بالتاكيد ده هيخلينا نستفيد اكتر من البريكس، وهيخلينا نستفيد اكتر من مبادره الحزام والطريق. انت عندك كمان مبادره انت شريك اساسي فيها مع الصين ومع دول ايضا اعضاء المبادره. دي ايضا مبادره مهمه للغايه. وبالتالي انت عندك الكثير من الروافد. اعتقد برضو الرؤيه السياسيه للقياده السياسيه والسياده الرئيس عامه كانت مستقبليه قوي، وشفنا مثلا قاهره كيب تاون ده ممكن يبقى حل بديل، ان احنا الطرق البريه ممكن تبقى حلول بديله. اكيد. بص يعني التعويل بقى هنا على الشراكات العربيه والافريقيه في هذا التوقيت هيفرق كتير. ده حل ذهبي. ده حل ذهبي، لان انت دلوقتي فعلا محتاج ان احنا نشتغل بسرعه جدا على فكره طريق القاهره كيب تاون، طريق اسكندريه فيكتوريا الملاحي، ايضا تعزيز فكره طريق او محور الشام، ورب يعني نلاقي كمان زخم اكثر في فكره التعاون العربي العربي والتكامل العربي العربي في هذا التوقيت نحتاجه بشده. على الصعيد الاقتصادي لان الخطر واحد. الخطر يعني اللي بيواجه المجموعه العربيه والافريقيه اقتصاديا هو خطر واحد. علينا ان نتكاتف حتى نحمي مصالح الدول العربيه والافريقيه، ولدينا بالمناسبه الموارد الكافيه. ولدينا مش هينفع ننعزل عن العالم، مش بنقول ننعزل، ولكن لدينا ما يخفف اثار
تبعات الصراع الدولي على الاقتصاد العالمي بالتعاون ما بين المجموعه العربيه العربيه والافريقيه الافريقيه. نورت راديو 99 عشان ياسمين هتطردنا، وزي ما قلت لك مش هينفع معاك ساعه، انت لازم تنورنا مره ثانيه نستفيد اكتر في الشرح والتحليل للمواطن المصري 24 هكون عامله ازاي ان شاء الله. نورت راديو 99. ده بنورك، وانا كنت سعيد جدا ان انا مع حضرتك، وشكرا لكل مستمعي راديو 99. شكرا للكاتب الصحفي الكبير استاذ جمال رائف الباحث السياسي.